سائل يقول أشعر بضيق، فما النصيحة؟ النصيحة الصبر ذكر الله. وهل في هذه الدنيا من لا يضيق؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهل في هذه الدنيا من لا يحزن؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهل في هذه الدنيا من لا يهتم ولا يعتم؟ ما يصيب مسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله بهم خطاياه. وهل في هذه الدنيا من لا يكبد؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو لا يزال في مكابدة، ولكن من كان علمه لله وفي الله ومن أجله وفي طاعته فهو الموفق، وهو الذي سعد بما حصل له من آلام وأسقام وغيرها، ومن كان في غير ذلك فهو المحروم. وإلا فالكبد والألم يحصل على كل بر وفاجر، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون كان الله عليما حكيما. يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، فاجعل تعبك ونصبك ووصبك وجدك واجتهادك في طاعة الله تسعد بإذن الله، ولا يضرك ما يحصل لك، وإن حصلك حصلت لك آلام وأمراض وأسقام ففي جنب الله سبحانه وتعالى والأجر عليها حاصل، ولا تتسخط على ربك، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يؤمن بالله هنا في سياق القدر، من يؤمن بالله يهدي الله عز وجل قلبه ويزيده ذلك إيمانا. وانظر إلى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فمع مع تجمع الناس عليهم ومع شدة المخاوف والتخويف أيضا فاخشوهم، مع هذا كله زادهم إيمانا دون تضجر دون تسخط، وزادهم ثقة بالله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكانت عائدة ذلك وفائدة ذلك عليهم عظيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.